السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن فوائد التين المجفف مع زيت الزيتون. في نتائج وأبحاث ودراسات أثبتت إن المزيج بيساعد على تخفيف حدة المضاعفات والأثار الجانبية اللي بتظهر عند مريض السرطان وأثناء علاجه الكيميائي أو العلاج الإشعاعي. طبعاً في فوائد كتير للتين المجفف. واحد، بيحسن مظهر وصحة البشرة وبيكافح علامات الشيخوخة زي التجاعيد وبقع الكبد، وذلك لأنه بيحتوي على فيتامين ه وفيتامين ج والكالسيوم. 2، بيقوي العظام وبيقلل من فرصة الإصابة بهشاشة العظام. 3، بيحسن صحة القلب والشرايين لأنه بيحتوي على البوتاسيوم والألياف الغذائية اللي بتساعد على تحسين مستويات ضغط الدم والكوليسترول، وبالتالي بيخفض فرصة الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية. 4، بيقوي جهاز المناعة وبيكافح عمليات الأكسدة الضارة اللي بتسبب الإصابة بالأمراض المزمنة، لأن التين المجفف بيحتوي على كمية كبيرة من فيتامين ج ومضادات الأكسدة متنوعة. 5، بيقلل الوزن الزايد لأنه بيحتوي على كمية من الألياف الغذائية اللي بتساعد على سد الشهية والشعور بالشبع. وفوائد زيت الزيتون إنه بيحسن صحة القلب والشرايين، وبيحسن بعض المؤشرات الحيوية عند الناس المصابين بمتلازمة الأيض زي سكر الدم والكوليسترول والالتهابات. وزيت الزيتون بيساعد على الوقاية من الاكتئاب والقلق لأنه بيحتوي على دهون صحية بتساعد في حل المشكلات النفسية والعصبية، وكمان بيساعد على إبطاء وتيرة تقدم مرض الزهايمر، وبيخفض فرص تعرض الكبد للتلف، وبيخفض زيت الزيتون فرصة الإصابة بسرطان الثدي، وكمان بيحسن صحة الجهاز الهضمي. ولكن في بعض الأضرار والمحظورات بالنسبة للاستمرار في أكل التين، لأن الزيادة في أكله ممكن يسبب إسهال، وفي بعض الناس عندها حساسية من أكل التين. وفي محظورات بالنسبة لزيت الزيتون لمرضى السكري، لازم يتم قياس نسبة السكر عند استخدامهم زيت الزيتون لأنه بيخفض سكر الدم، وبينصح الأطباء إن المريض يوقف تناول زيت الزيتون قبل الجراحة بأسبوعين لأنه بيأثر على التحكم في نسبة سكر الدم أثناء الجراحة وبعدها. دمتم في رعاية الله مع فائدة ومعلومة جديدة، وصحتك في رمضان.